مزموري وإنجيلي باكر. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبدي على طقس ملشي صادق. الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسا. هللويا. إنجيل معلمنا لوقا البشير. ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل صورة وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم، والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم، وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلامذه وقال لهم: طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله، طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون، طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون، طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان، افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء، لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء، والمجد لله دائماً.